فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: القراءة بعد الفاتحة سنة، فهل الإمام في الجهرية إذا ترك القراءة متعمدا لبيان أنها سنة وليست بواجبة، فهل فعله هذا مشروع؟ لا، سنة مؤكدة ولا يتركها، وله بالتعليم هكذا، ما هو بالتعليم هكذا، وهذا يشوش على الناس أيضا. يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، نعم، ما يشوش على الناس يقول ما هي بواجبة القراءة، نعم. فضيلة الشيخ، لكن وفقك، لو أن إنسانا ترك القراءة بعد الفاتحة وقال هي بطلت صلاتي وأعيدها ولا ما أعيدها، نقول لا، لا تعيدها، لا تعيدها، صلاتك صحيحة إن شاء الله. أما أنه يتعمد ترك القراءة بعد الفاتحة ويشوش على الناس فهذا أمر لا يجوز. وما كل ما علمته تظهره للناس والناس ما يعرفون هذه الأمور تشوش عليهم ويسيئون بك الظن أيضا، نعم.